السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد حبايبي طلاب الفرقة الثانية. دكتور خالد شوقي معكم يحييكم واتمنى لكم التوفيق. اتكلمنا في السكشن السابق عن السنجل كرينيال بون، دلوقتي هنكمل مع بعض الكرينيال بون بس هناخد البيرد بون. قلنا البيرد بون معمولين بأربع عضمات اللي هم الانتر برايتال من ورا كده، الانتر برايتال اللي هي الصفرة دي، ودي بيعتبروها سنجل بون، لكن هي في الامبرولوجي بتاعها بيبقى بيرد وبعدين يتحدوا مع بعض بيعملوا سنجل بون. بعد كده في البرايتال بون اللي هي الزرقاء، في على الجنبين اللي هم التمبرال بون، وفي اللي فوق دي اللي عامله الكالفيريا دي او السقف بتاع الجبهه بنسميها فرونتال بون. طيب الانتر برايتال بون زي ما احنا شايفين بيبقى عليها بس كريست من بره اللي اسمه اكسترنال برايتال كريست، اكسترنال برايتال كريست، وبتتحد مع سوتشر مع السكويمس بارت بتاع الاوكسيبيتال ومع البرايتال بون ومع البرايتال بون، تمام؟ طيب من جوه لو شفنا من جوه الانترنال برايتال كريست دي بتعمل ايه من جوه؟ بتعمل فيه بروز من جوه اللي هو البروز ده بتاع الانتر برايتال بون، البروز ده بسميه انترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، ده بيمسك فيه التنتوريوم سيريبيلي بتاع الديورا ماتر اللي بيبقى ما بين السيريبروم وما بين السيريبيلوم. بيبقى فيه البروز ده انترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس عشان التنتوريوم سيريبيلي اوف ديورا ماتر. خد بالك ان فيه كان اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس بس ده بتاع ايه؟ بتاع النقل ليجامنت، الفانيكولار بارت بتاع النقل ليجامنت، ده موجود في السكويمس بارت او النقل بارت بتاع الاوكسيبيتال بون. طيب بعد كده العظمه الثانيه اللي هي البرايتال بون اللي هي الزرقاء دي تبقى كونفكس فروم سايد تو سايد، اثنين ملتحمين مع بعض بالانتر برايتال سوتشر او الساجيتال سوتشر، بتعمل لي اكسترنال برايتال كريست من بره، والاثنين اكسترنال برايتال كريست بينقسموا قدام الى اثنين تمبرال لاينز اهمت عشان يتحدوا مع الزيجوماتيك بروسيس او الفرونتال بروسيس بتاع الفرونتال بون. ومن ورا زي ما قلنا بيكمل مع الاكسترنال ساجيتال كريست او اكسترنال برايتال كريست، وبتشارك البرايتال بون على الجنبين في تكوين السمويدا التمبرال فوسا، اسف التمبرال فوسا اللي بتبقى فيها التمبرال ماسل، فيها التمبرال ماسل. يبقى التمبرال فوسا دي معموله بايه؟ معموله من ناحيه الميديال بالاكسترنال برايتال كريست، من قدام بالتمبرال لاين، من ورا بالنكل كريست، من الفنترال واللاترال بلاقي فيه التمبرال كريست بتاعت التمبرال بون. خلاص كل دي اسمها التمبرال فصة، اسمها تيمبرال فصة. طيب ومن جوه لو بصينا على الكرينيال سيرفيس بتاع العظمه دي من جوه بتعمل لنا زي ما قلنا شايفين عامله لي الروف بتاع الكرينيال كافيتي، معظم الروف بتاع الكرينيال كافيتي خاصه في عظمه الحصان اللي معانا ديت، وبرده بيبقى عليها ديبريشن واليفيشن عشان خاطر السلقاي والجيراي بتاعه السريبرم، وبلاقي في من جوه الكريست ديت اسمها انترنال برايتال كريست تقابل الاكسترنال برايتال كريست اللي بره، بيبقى في كريست من جوه اسمها ايه؟ انترنال برايتال كريست. يبقى دي عظمه البرايتال بون. لو جينا العظمه الثالثه اللي هي الفرونتال بون اللي قدام دي زي ما احنا شايفين بتتصل بسوتشر مع البرايتال ومع النيزل ومع عظمه اللاكريمال ومع سفونويد بون ومع التمبرال بون ومع المجزيلا، كل دي عظمه الفرونتال زي ما احنا شايفين بتبقى مجوفه من جوه برضه عشان تعمل لي ساينس بسميه الفرونتال ساينس اهو. لو جبنا دي كده كل التجويف ده عباره عن الفرونتال ساينس، كل ده كده عباره عن الفرونتال ساينس، وبيبقى مفصول عن زميله بانترفرايت انترفرونتال سيبتم، بيبقى في سيبتم هنا بس هو مكسور انترفرونتال سيبتم بيفصل التو فرونتال ساينسز عن بعض، تمام كده؟ بيبقى في بليت ده اكسترنال بليت وده انترنال بليت بينفصلوا عن بعض عشان يعملوا الفرونتال ساينس. ده واحد من البرانيزال ساينس اللي موجودين في عظام الجمجمه. طيب بيطلع من الفرونتال بون دي بروز مهمه قوي اسمه زيجوماتيك بروسيس او سوبرا اوربيتال بروسيس وفرونتال بون، وبيبقى بيرست في فورامين بسميه سوبرا اوربيتال فورامين عشان السوبرا اوربيتال فيزلز اند فرونتال نيرف، طبعا بينزل تحت السوبرا اوربيتال بروسيس ده عشان يقابل الزيجوماتيك ارش، عشان يتقابل مع الزيجوماتيك ارش. طيب الفرونتال بون زي ما قلنا بتشارك ايه؟ ها بالوول بتاعها ده او البليت بتاعها ده بتشارك في تكوين الميديال وول بتاع الاوربت، بتشارك في تكوين الميديال وول بتاع الاوربت، تمام؟ ده اهم ما في عظمه الفرونتال بون، وهي بتتصل مع كل العظام اللي حواليها زي ما قلنا بمجموعه من السوتشرز قلنا اسمائها قبل كده. طيب لو جينا نشوف دلوقتي العظمه الرابعه معايا في الكرينيال بون في البيرد اللي هي التيمبرال بون، ادي التيمبرال بون اللي موجوده على اللاترال بارت ده كله في اللاترال سيرفيس في الكرينيال ريجون، بتتكون من ايه؟ بتتكون من سكويمس بارت اللي هو ده اللي فوق ده كله اسمه سكويمس بارت، بتتكون من الجزء ده اسمه البيتراس بارت، بيتراس بارت ولها البروز بتاعها ده اسمه زيجوماتيك بروسيس اوف تمبرال بون. السكويمس بارت زي ما قلنا بتشارك في تكوين التمبرال فوسه من فوق، ويبقى عليها من النص كريست واضحه قوي اسمها تمبرال كريست، الكريست دي بتبقى متصله من ورا بالنقل كريست.
طيب السكويماس بارت ده زي ما قلنا عامل سوتشر اسمه سكويماس سوتشر مع البرايتال بون، وبيبقى فيه من جواه قناه اسمها تيمبورال كانال، ما بسميهاش كانال بسميها ميتس نسبه لان بتبقى فيها اكتر من فرامينا بتخترقها من اللاترال بارت. القناه اللي بتبقى انبوبه متصله ما بين فتحتين فقط لكن تبقى اكتر من فرامين يبقى اسمها ميتس. فالتيمبورال ميتس دي بيمشي فيها الدورسال سيريبرال فين اللي هو الكونتينيويشن بتاع الترانزفيرس جروف او ترانزفيرس فين بتاع الدورا ماتر، بيجي على الجنبين يعمل لي دورسال سيريبرال فين بيخش في التيمبورال ميتس، ويطلع التيمبورال ميتس ده من الفورامين ده اسمه ريترو ارتيكولار فورامين. ريترو ارتيكولار فورامين طيب بيطلع من التيمبورال كريستي ده البروز ده اسمه اب اورال او اوكسيبتال بروسيس، اب اورال او اوكسيبتال بروسيس اللي هو البروز ده طالع من التيمبورال كريست في السكويماس بارت. طيب الزيجوماتيك بروسيس ده زي ما قلنا بيشارك في تكوين تي ام جي او تيمبروماندبولار جوينت مع المندبل، بلاقي فيه هنا من قدام في ده اسمه الارتيكولار بروسيس او تيمبورال كوندويل، وراه على طول جلونود كافيتي او ارتيكولار كافيتي، وراه بروز تاني اسمه ريترو ارتيكولار بروسيس او بوست جلونويد بروسيس او تيوبركل، وراه على طول ريترو ارتيكولار فورامين او بوست جلونويد فورامين، ده اللي هو الاكسترنال اوبننج بتاعت مين بتاعت التيمبورال ميتس اللي طالع منها الدورسال سيريبرال فين. طيب البيتراس بارت بالشكل ده كله بيبقى بيعمل لي ايه الحاجات اللي فيه؟ شايفين ده بسميه اكسترنال اكواستيك ميتس، التجويف ده يؤدي الى التيمبانيك كافيتي جوه او الميدل اير، تيمبانيك كافيتي او الميدل اير، وهنا بيمسك الانيولار كارتليج بتاع الاوريكل بتاع الودان، هنا بيمسك في الاوسس بارت بتاع الاكسترنال اكواستيك ميتس ده. طيب بلاقي فيه بروز هو الكبير اسمه الماستويد بروسيس، عشان كده سميناه الجاكولار بروسيس بارا ماستويد لانه جنبيه، بيبقى الماستويد بروسيس عليه جروف اسمه ماستويد جروف بيمشي فيه بيؤدي الى ماستويد فورامين عشان الكودال ديب تيمبرال ارتر وبيفتح برضه في التيمبرال ميتس. طيب في بروز ثاني اسمه ستايلويد بروسيس اهوت، عشان بيمسك بكارتليج مع رود اوف كارتليج مع الهويد بون الستايلوهويد بالتحديد، فيما بين الماستويد والستايلويد بروسيس في فورامين بنسميه ستايلو ماستويد فورامين نسبه للعظمتين، ستايلو ماستويد فورامين، وده الاكسترنال اوبننج بتاع الفيشال كانال بيطلع منها الفيشال نيرف رقم 7. طيب في دي كلها اسمها التيمبانيك بولا اللي فيها التيمبانيك كافيتي او الميدل اير، دي التيمبانيك بولا اللي هي فتحتها من بره الاكسترنال اكواستيك ميتس، بيبقى طالع منها بروز اهوت اسمه الماسكولار بروسيس، هو بيبقى اكبر من كده يعني لو شفنا عينه ثانيه بيبقى فيها كبير خالص، ايوه شايفين كل ده اسمه الماسكولار كبير ازاي، ماسكولار بروسيس طالع من التيمبانيك بولا. لاترال الماسكولار بروسيس بيبقى الفيشر ده بسميه بيترو تيمبانيك فيشر عشان خاطر بيطلع منه كوردا تيمباناي بتاع الفيشال نيرف، بيترو تيمبانيك فيشر. طيب لو بصينا على اللاسران فورامين زي ما قلنا بتشارك مع البادي بتاع الاوكسيبيتال بون انها بتعمل لي اللاسران فورامين واتكلمنا عليه في السكشن اللي فات. لو حبينا نشوف السيريبلر سيرفيس من جوه او كرينيال سيرفيس من جوه بلاقي ان البيتراس بارت ده عامل لي من جوه فورامين تاني اهوت اسمه انترنال اكواستيك ميتس، انترنال اكواستيك ميتس عشان يخش منه الفيشال نيرف من هنا اكسترنال اكواستيك ميتس، وبيبقى معاه اثنين فورامين تانيين عشان الفيستيبولو كوكلر نيرف رقم 8، فورامين عشان الفيستيبولر وفورامين عشان الكوكلير، يبقى ده اسمه كله انترنال اكواستيك ميتس، بيعدي هنا فيها الفيشال نيرف وبيعدي فيها الفيستيبلو كوكلير نيرف رقم 8، وبلاقي فيه كريست واضحه خالص، الكريست دي بسميها بتروزال كريست، بسميها بتروزال كريست. يبقى كده احنا خلصنا عظمه التيمبرال بون وخلصنا اللي هم وخلصنا كمان الكرينيال بون كلها، وبالنهايه ما فيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفائل بالحياه تدرك كل ما تتمنى، وابتسم ثم ابتسم وابتسم لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله. الى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمه الله.